أهلا 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 بكم حبيباتي، بسكوت شو شوكولا. واش نقولكم، طالية تاع شوكولا معتبرة من فوق تاع ضياف. جاوني فجأة صحاب راجلي، هاني درت لهم بسكوت شو، يعني سامبل سامبل سامبل، خلاص نتاع الياورت أو تاع كريم دي سير. فستو قطعته قطع كبار ودرته لهم وحطيت لهم مع شوي قهوة في الصالون. ورحمة ربي، يعني كي يجيكم واحد هكا فجأة ديروا بسكوت شو، والمهم الاستقبال والمهم الفرحة تاع القلب. هذه هي الشوكولا، شوفوا كي راني فرغ فيها وحطيتها تنشف ليه ليه، لأنه جاوني ثمثم حتى في الكليماتيزور، كل ما تنشف طبقة نزيد لها شوية نزيد لها شوية حتى ندات الطبقة المليحة نتاعها، وجات مفشوشة خفيفة خلاص تذوب في الفم. هذه هي، وعلى بالي بالجزائريات كامل يحبوا الضياف، لاش تيجوا فجأة هكا يحبوا الضياف، والضياف راهو يجيبوا رزقهم معاهم، وكعودوا رايحين راهم يدونا الأمراض يدونا الحزن يدو هكا. قال ربي سبحانه أنه آخر خطوة يخطوها الضيف يخرج يخرج معاه كل شيء، لأنه استقبلناه ولأنه درنا واجبنا معاه ودرنا الكرم، وحنا تاع الناس الصحراء رانا معروفين بالكرم. والحمد لله الحمد لله أنه بيوتنا مفتوحة وأنه ضيافنا يجونا، الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. وليشتي الضياف يكون قلبه كبير ويكون كريم ويكون يعني قلبه أبيض، هذه معروفة، هذه عند الناس زمان يقولوا أنه اللي يحب الضيف راه يكون فيه هذه الصفات. هنا يا صالون، بعد ما يعني صالون شحال نقول لكم بسيط جدا، حطيته مازال ما كملش الساعة، بديت نحط برك. هذا هو، هذا مكان اشتركوا لي في القناة.